السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة السيد جهاد عطية من مدير عام المكسيم مول في منطقة جبل الحسين. سيد جهاد، بالبداية مساء الخير وكل عام وانتم بخير. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم وشرفتوا مكسيم مول وأهلا وسهلا. نعم سيد جهاد، أنت أشرف أن تعرف في المكسيم مول وفي هذا القطاع وكل مدير عام لهذا المول. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد جهاد عطية؟ تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بالشكر الجزيل لقناة جسات، هذه القناة الوطنية اللي حقيقة يعني تعني بشؤون الوطن بشكل عام. نعم. وحقيقة يعني أنا اسمي جهاد عطية، متزوج وعندي 8 أطفال، أعمل مدير لمكسيم مول منذ ما يقارب 1 سنة و6 شهور. قبل هذا العمل كنت أعمل ضمن النشاط الرياضي، ولا زال يعني لي علاقة بشكل مباشر يعني في الرياضة الأردنية. أعمل في مكسيم مول بوظيفة مدير عام لمكسيم مول. تشرفت يعني حقيقة في العمل في هذا المجال التجاري اللي حقيقة يعني يهم الوطن بشكل عام. نعم. وحقيقة يعني أنا سعيد في هذا المكان وهذا المنصب لما ألقي من دعم يعني من السادة التجار والمستأجرين والزوار، وإن شاء الله إنه يكون يعني المستقبل أمامنا في هذا الشيء إن شاء الله. نعم سيد جهاد عطية، لو نتحدث أيضا عن قصة النجاح صراحة، يعني أنت انتقلت من نشاط رياضي، انتقلت المدير العام للمكسيم مول. نعم. ما هو سبب قصة النجاح وانتقالك للمكسيم مول؟ هو حقيقة يعني هي الثقة حقيقة من خلال تجربتي في المجال الرياضي، والحمد لله النجاح اللي أنا بعتبره إن شاء الله جيد. نعم. ما يخص العمل الإداري في المجال الرياضي، كنت يعني الحمد لله من الأشخاص اللي يعني يشار لهم بالبنان موضوع الإدارة في شغل العمل الرياضي. نعم. والآن الحمد لله أصبحنا يعني برقم جيد في هذا الوضع. خطبني أحد الأشخاص المعنيين في مكسيم مول، والحمد لله يعني كنت عند حسن الظن إن شاء الله تعالى، وقبلت هذا المهمة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. دائما إن شاء الله دائما للتقدم والنجاح. سيد جهاد عطية، سيد جهاد، نتحدث عن تأسيس مكسيم مول. أكيد يمكن ما صار لك سنوات كثيرة في هذا المول، لكن لك الخبرة، وأكيد حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، متى تأسس المكسيم مول؟ مكسيم مول يعني هو يعتبر من أقدم المولات اللي في تقريبا منطقة عمان جبل الحسين. نعم. تأسس ما يقارب عام 2004، وهذا المول يعني يقع بمنطقة ما بين المنطقة الشعبية والمنطقة يعني حسب ما يقال المنطقة الراقية. نعم. مكسيم مول يعني يعتبر علم من أعلام المولات الموجودة في مدينة عمان. نعم جميل. سيد جهاد عطية، نتحدث عن المساحات الموجودة في مكسيم مول، نتحدث عن آلية العمل أيضا وأهم الخدمات في مكسيم مول. مكسيم مول بضم 5 طوابق، من ضمنهم طابقين الكراجات اصطفاف السيارات. نعم. في طابق أول والطابق الثاني والطابق الثالث، في تقريبا 270 محل تجاري. ما شاء الله. نعم. في طابق للمطاعم، خاص في المطاعم يرتادوا. نعم. ايضا يعني بشكل عام في اقبال لا باس فيه. في مرافق خدمات، في يعني موضوع على سبيل المثال مثلا في الحمامات الرجال السيدات كذا. نعم. ويضم تقريبا 270 محل ألبسة، أغلبها ألبسة ومجال الأحذية. جميل سيد جهاد، يعني المكسيم مول في جميع القطاعات المختلفة، لو نتحدث الآن، هل الأجرات في متناول يد التاجر، وهل إقبال الناس لهذا المول من قبل المواطنين، يعني إقبال أكيد موجود لهذه السنة سنة 2016؟ الأجرات نسبيا مرتفعة. نعم. يعني حقيقة الملاكين يعني في كثير من الأحيان يعني ما بشعروا بصراحة مع المستأجرين، وهذه نقطة بصراحة سلبية، لابد من إعادة النظر في موضوع الأجرات، لأنه الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني في البلد الحبيب. نعم. يعني في نوع من التراجع، فلا بد من تكاتف الجميع، المستأجر والملاك، بحيث أنه نصل أنه نقدم خدمة للمجتمع تكون نوعا ما مقبولة. الأسعار في مكسيم مول أسعار مقبولة،
متناول الجميع. هناك يعني من يبيع يعني في الأسعار يعني مرتفعة، هناك من يكون في أسعار متوسطة وفي أسعار قليلة. نعم. يعني ماكسيم مول بعتقد هو يعني يأخذ الطابع خلنا أقول الشعبي، وبالمقابل في ماركات يعني رائعة جدا، وفي نعم. محلات يعني كثير متقدمة جدا، وفي محلات عريقة في هذا المول موجودة. نعم. والحمد لله يعني جميع الطبقات بعتقد أنها بترتاد هذا المول لوجود أكثر من سلعة وأكثر من سعر فيه. نعم, نعم. أكيد. سيد جهاد عطية، يعني نقول إحنا منطقة جبل حسين فيها ازدحام سكاني كبير، إحنا كيف ترى إقبال المواطنين وشو بتحب توجه لهم رسالة عبر شاشة قناة جوسات للإقبال بإزدياد للمكسيمول؟ إحنا بنقول لجميع المواطنين كل عام وأنتم بخير، يعني مناسبة شهر رمضان مبارك وقرب يعني العيد، كل عام وأنتم بخير. المول موجود لخدمة المجتمع والمواطنين، وهناك يعني موجود جميع الأصناف في هذا المول. نعم. ندعو الجميع لزيارة هذا المول، المول أصلا يعني غالي عن التعريف، مول عريق وقديم وكذا، والأسعار زي ما سبقت يعني ذكرت سابقا أنه يعني متناول الجميع، ونتمنى أنه يعني هذا المول يعني لكم وبأي وقت يعني بتشرفوا، والمول موجود مفتوح 24 ساعة. نعم. يعني بالمناسبة إحنا في شهر رمضان لم يتم إغلاق المول، المول بيبدأ دوامه الساعة 10 صباحا ويبقى إلى فترة السحور والأيام الأخيرة حتى بيمتد لما بعد ذلك. جميل جميل. سيد جهاد عطية، لو نتحدث الآن ما هو طموح سيد جهاد عطية ورؤية المستقبلية لمكسيم مول؟ يعني أنك صاحب مول مدير العام، بس إلك رؤية أكيد مع صاحب بهذا الشأن. أنا رؤيتي في هذا المول بصراحة يعني إن استطعنا في المستقبل القريب يعني يكون هناك في بناء لكمان طابقين. نعم. إنه هنا يعني في مسموح بناء يعني هذا الموضوع، وبالإضافة إنه لابد من إعادة تأهيل هذا المول ما يخص الخدمات، المصاعد، الأدراج الكهربائية. مول عمره الآن الافتراضي تقريبا 14 سنة، فلا بد من الوقوف جميع التجار المالكين والمستأجرين، تكاتف مد الإيدين والمساعدة في إنه هذا المول يبقى قائم، فلا بد من إنه الكل يساعد بعض، يكون هناك في لجنة يعني لهذا المول، ويصير في إعادة يعني تطوير يعني للمنشآت والمكان الخدمات في هذا المول. نعم. كيف ترى المنشآت والمولات سيد جهاد عطية؟ كيف ترى التطور في الأردن؟ هل هو ملحوظ؟ طبعا تطور ملحوظ وسريع جدا يعني. نعم. بالعكس يعني أنا بعتقد أنه أصبحنا من دول المتقدمة في إنشاء المولات، وفي تطور واضح أنه يعني الآن في نوعية وفي جودة، وفي يعني الآن الأبراج اللي صارت في العبدلي والمولات المكة مول وتاج مول وكذا، أنا بعتقد تطور سريع، وهذا حقيقة بعود يعني بفضل الله أولا وأخيرا ثم للقيادة الحكيمة اللي أكيد. دائما وأبدا يعني بتعطي المواطن الحق ولا خلنا أقول الدعم اللامحدود بتطوير هذا البلد اللي حقيقة يعني نحبه ونجله ونحترمه ونقدره، وحقيقة يعني نعمة الأمن والأمان اللي إحنا يعني منعيش فيها في هذا الوطن الحبيب يعني نعمة لا تقدر بثمن. أكيد. وبعتقد هي راح تكون ملاذ كثير من البلدان المجاورة والأشخاص اللي الخارج البلد المغتربين انه يقصدوا هذا البلد اللي الحمد لله احنا يعني بنعتز انه بهذه القياده وبهذا الشعب اللي الحقيقه اللي عنده انتماء ولاء وحب وعطاء لهذا البلد الكبير يعني. نعم. بضم صوتي لصوتك سيد جهاد عطيه. لكن الان نتحدث الان، الله يديم الامن والامان اكيد على جميع الدول العربيه، تحدث عن الشعبيه للمكسيم مول 14 سنه ما شاء الله من عطاء، وأكيد أنت أفنيت العمر الطويل، نحكي فترة طويلة، لكن أفنيت العمر ولك الباع طويل في هذا المول مكسيم مول. الشعبية سيد جهاد عطية من أين جاءت للمكسيم مول وأيضا للمدير العام سيد جهاد عطية؟ لا هو خلينا أقول إحنا نحكي في موضوع ما يخص المكسيم مول، الشعبية أتت من إنه قلت لك أنا قبل قليل أنا. نعم. إنه المول من أقدم المولات في هذه المنطقة. نعم. المحلات كثير راقيين يعني شباب متعاونين، تجار راقيين جدا، بضاعة مكسيم مول من يعني معروف. شو تتميز؟ شو بتميز مكسيم مول سيدي؟ مكسيم مول يعني في هناك خلنا أقول الماركات، التنوع اللي داخل مكسيم مول، يعني العائلة بتستطيع تيجي تتسوق في مكسيم مول من. نعم. الصغير للكبير، من. نعم. الذكر للأنثى.
الاكسسوارات، الاحذيه، المطاعم، مدينه الالعاب اللي حقيقه يعني موجوده في مكسيم مول، تعتبر من اقدم او اول مدن الالعاب على مستوى المولات. المكان تواجد مكسيم مول يعني يقع في وسط عمان في منطقه جبل الحسين. نعم. هذه المنطقه الحيويه، المنطقه اللي يعني اللي عندها كثافه سكانيه ضخمه جدا جدا. نعم. ما بين دوار فراس ودوار الداخليه. نعم. ومدينه الرياضيه، وحقيقه يعني هذا سر يعني وجود مكسيم مول في هذا المكان، بعتقد هو انه حيوي. يعني حيوي جدا. نعم. نعم. سيد جهاد عطيه، الان نتحدث، نوجه رساله لجيل الشباب، اكيد في شباب قائمين في المكسيم مول من فئات معينه عمريه معينه، واكيد يوجد ولا يوجد شباب ايضا بيكون عندهم ثقافه بيحبوش يشتغلوا الا حسب الشهاده والتخرج. احنا حابين نقلل من البطاله ونقلل ايضا من ثقافه العيب، اكيد رساله توعيه ارشاد من السيد جهاد عطيه. انا بعتقد في مكسيم مول في فرص عمل كثيره جدا. نعم. في عندنا يعني ما يقارب أكثر من 150 شخص طلاب جامعات بيداوموا في جامعاتهم وموظفين في مكسيم مول. يعني بيداوموا بالجامعة بيجوا عندكم يشتغلوا هون. بالضبط. نعم. جميل. نعم. نعم. العمر اللي خلنا أقول الافتراضي. الافتراضي لهذا ما بزيد عن 50 سنة، يعني في عندي من 18 سنة إلى 50 سنة، يعني عنصر الشباب فاعل في المول. يعني قليل جدا السن الكبير بصراحه، يعني شباب من فرسان التغيير ما شاء الله، يعني عندهم طموح. نستطيع نتكلم انه فعلا يعني من الشباب اللي عنده طموح وعنده رغبه انه دائما يكون في يعني المصاف المقدمه. يعني اكيد من جد وجد ومن صار على درب وصل، وكل مجتهد النصيب. سيد جهاد عطيه، يمكن احنا ما نسينا نحكي عن النشاطات، اكيد للسيد جهاد عطيه حابين نحكي عن النشاطات الموجوده عندك، اخر ابرز النشاطات الموجوده للسيد جهاد عطيه. وعلى الصعيد المكسيم مول خلينا نتحدث احنا. نعم. بشكل عام احنا اقمنا اكثر من حفله في المناسبات مختلفه، عيد الاستقلال يعني. نعم. استضفنا مجموعه يعني شباب ويعني من نوعيات اللي حقيقه يعني عملت حاله اثراء لهذا المول. سوينا حفلات تخص بالاطفال، سوينا افطار عام للايتام قبل فتره في المول. نعم. عنفقت يعني بعض التجار. والمول يعني خلنا أقول هو ملك للجميع، ومن حق الجميع يعني أي فعالية بيشرفونا يعني وكذا. كان عندنا في رمضان الماضي كمان يعني حفلة كانت كثير مميزة لشركة زين. نعم. قاموا بتوزيع هدايا وجوائز للمتسوقين وكذا. نعم. فالمول دائم يعني في حركة دؤوبة والحمد لله رب. نعم. إن شاء الله دائما التقدم مرة أخرى والنجاح. سيد جهاد عطية، قبل نهاية هذه الحلقة، احنا شايفين الظروف حوالينا نقول الحمد لله نعمة الأمن والأمان، لكن الآن احنا بمناسبات وطنية، فالشهر رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير سيد جهاد عطية مرة أخرى، وأيضا عيد الاستقلال والثورة المئوية. ولو قدر لك سيد جهاد عطية، أنت قبلت في هذه الأيام مجلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، في ظل هذه المناسبات الوطنية، ماذا ستقول له سيد جهاد عطية عبر شاشة قناة جوسة؟ تفضل سيد. احنا نوجه يعني حقيقة احترامنا وتقديرنا و دعمنا إلا محدود كمواطنين، نقول لجلالة يعني سيدنا الله يطول عمرك، وحقيقة نحن يعني سير ونحن خلفك. الشعب كله شعب يحب هذا الوطن وينتمي لهذا تراب هذا الوطن، وحب الوطن يعني لم ينبع من مصلحة أو من فائدة أو كذا، هو يعني حب ينبع من الإيمان والدين وكذا. وإحنا منقول يعني كمان إنه إحنا هذا الشعب يستحق كل العيش الكريم والحياة الكريمة. نعم. وكل عام وسيدنا يعني جلالة سيدنا بألف خير، وكل عام وهذا الوطن بألف خير، وإن شاء الله إنه رمضان القادم يعني يأتي على الأردن. أمين. بشكل خاص وعلى الأمة العربية والإسلامية، ويكون الوضع أحسن من هذا الحال يعني، وإن شاء الله يكون بأفضل شيء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، الله يديم الأمن والمحبة والأمن والأمان، وخلينا جلالة الملك عبد الله الثاني في قروسنا. نقول لك احنا الله يعطيك العافية سيد جهاد عطية المدير العام للمكسيم مول، نقول لك الله يعطيك العافية، جهودك مشكورة ايضا لدعمك لبرنامج انجازات وطنية، والان سنقوم بجولة بكاميرا انجازات وطنية داخل مكسيم مول. شكرا مرة اخرى لقناة جوسات، القناة الوطنية اللي بنعتز فيها، وان شاء الله قادم الايام يكون ان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا لك سيد جهاد. الله يعطيك العافية. بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار.
هم